السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مجزرة الفرحاتية وصمة عار جديدة على جبين حكومات الاحتلال. مشاهدينا الكرام، قبل دخولي في تفاصيل هذه الحلقة، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن أقدم عناصر بميليشيا العصائب التابعة للحشد الشعبي على ارتكاب مجزرة في منطقة الفرحاتية التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث قتلت الميليشيا 12 شخصا بينهم أطفال. وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الجرائم وجرائم الحرب من الانتهاكات وجرائم الحرب التي تقوم بها الميليشيات والقوات الحكومية ضد أهالي المدن والبلدات المستعدة عسكريا من تنظيم داعش، حيث تؤكد تقارير حقوقية استمرار سياسة القتل والاختطاف وإرهاب سكان تلك المناطق دون أي مساءلة أو محاسبة قانونية. مشاهدينا الكرام، ندعوكم للمشاركة بآرائكم حول هذا الموضوع، حول هذه المجزرة وأسبابها، وكذلك هناك محاولات مستمرة لنشر الفتنة الطائفية من جديد في العراق. نتعرف عن الأسباب التي تقود هذه المجاميع التي تسعى لنشر الفتنة الطائفية مرة أخرى إلى مساعيها هذه، ولماذا يراد للعراق أن يعود مرة أخرى إلى سنوات مظلمة عاشها العراقيون جميعا. طبعا قبل الدخول بالأسئلة والتفاصيل أكثر، دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام ذوي المغدورين من سكنة ناحية الفرحاتية، وهم يروون تفاصيل عملية الاعتداء التي تعرض لها المخطوفون قبل أن يتم إعدامهم ميدانيا، فلنشاهد. وانت قوم صلخات الله وخلوا تدعب على وجهك. ها يا اخوي قاعد يمثلوننا شلون جضعوهم. واحد من عندنا التفت مثل هاي السياره ولن مزر مسوينا ناس ركبنا كلهم اعدام بالقصه. فاخذتهم قالوا تحقيق. التحقيق صبحة الشمس ماكو بل اليوم ما واحد يبغى اخذ كلام من عندي، ما واحد يبغى بالمنطقة، كلنا نازحين هسه. بس ادفن اعلن الكل نزوح وانا مسؤول عن كلام، بس ما حد يواطني. حجي الجهة اللي يعني وراء هذا الحادث ما عندك حماية؟ ما عندي حماية، عندي الله، عندي الله، عندي الله، والله لزم الله يا اخي، والله لو ينجمع الانس والجن عليك، اذا مو بامر الله ما يصير. بس اريد اعرف الجهه، الجهه اخويا الجهه 42 جماعه العصائب. طبعا اهالي محافظه صلاح الدين وتحديدا قريه الفرحاتيه اتهموا امام محافظ صلاح الدين، وكذلك اتهموا اللواء الثاني والأربعين التابع لميليشيا الحشد بخطف أبنائهم وإعدامهم ميدانيا. دعونا نشاهد. من هم؟ لواء 42 ووقفونا مسنا صفونا كل شيء. زين هذول الجو اليوم نفسهم الجو ذاك اليوم؟ والله الله تعالى. وحتى خذونا الصور بالموبايلات. هذول احنا اخوكم وهذني البيوت مفتوحه. شفت تقول احنا حالنا.
ورا تقريبا لا على سنتين الا 10 قال لي روحوا على بيوتكم اريد نار منكم وشدوا لي نار هذا قبل اي قبل اربع ايام هو كان الاربع ايام البارحه دول بس سنتين ونص هذا والولد كلهم المتصل. طيب مشاهدينا الكرام، هنا نطرح مجموعة من الأسئلة لحضراتكم وبإمكانكم المشاركة للإجابة عليها. لماذا نرى مساعي مستمرة من قبل جهات في السلطة وكذلك ميليشيات لإعادة نشر موضوع الفتنة الطائفية مرة أخرى في العراق وجر المجتمع العراقي إلى الاقتتال الداخلي؟ السؤال الثاني، أين النظام الأمني والقضائي من مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين؟ وهناك نقطة أخرى حقيقة يعاني منها أهالي المحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية، لماذا تستمر أو يجب على أهالي هذه المحافظات أن يعيشوا تحت رحمة الميليشيات الطائفية الموالية لإيران التي تعلن ذلك صراحة؟ وكذلك نرى هناك تواطؤا حكوميا أمنيا بالسماح للميليشيات بارتكاب هذه المجازر والانتهاكات دون رادع ودون رقيب. هذه الأسئلة بإمكانكم أن تشاركوا معنا مشاهدينا الكرام للإجابة عليها، وطبعا هناك نقاط أخرى سنتحدث بها أثناء هذه الحلقة، لكن الأساسيات التي نتحدث عنها هو موضوع جر المجتمع العراقي إلى الاقتتال الداخلي، إلى الفتنة الطائفية مرة أخرى، إعادة نشرها بهذه الطريقة، وكذلك موضوع الغياب التام للنظام الأمني. وهذه المجزرة طبعا هي تأكيد أيضا أن لا نظام أمني في العراق قادر على الوقوف أمام هذه الميليشيات رغم كل ما تصرح به القيادات العسكرية الحكومية أو حتى الحكومة بذاتها. طبعا هيئة علماء المسلمين في العراق قالت في بيان لها أن مجزرة ناحية الفرحاتية في قضاء بلد التي نفذتها ميليشيا العصائب تأتي ضمن مسلسل الجرائم المرتكبة بحق أبناء المنطقة الذين يعانون من ظلم الميليشيات على مدار السنوات الماضية. أضافت الهيئة أن بعض مناطق قضاء بلد في محافظة صلاح الدين تعاني منذ سنوات من جرائم بشعة وممارسات وحشية وسياسة القتل والتهجير الطائفي بحق أهالي القضاء في ظل تجاهل الأجهزة الأمنية والقوات الحكومية لمخاوف السكان وشكاواهم المتكررة، وهو ما يشير إلى تهاونها وتواطئها مع الميليشيات الإرهابية الطائفية. هذا جزء من بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول هذا الموضوع. طيب نبدأ استقبال اتصالات مشاهدينا الكرام. معنا أول اتصال السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. الله يسعدك حيني. الله يسلمك، حياك الله. شكرا حبيبي. يعني شلون يعني شفت بين العصائب هم اللي قاموا بهاي المجزرة؟ يعني شلون هم الناس دي أهالي المنطقة اللي تعرضوا للاعتداء يقولون هذا الكلام، وكذلك محافظ صلاح الدين. محافظ صلاح الدين قال بأنه الجريمة واقعة بين جزئين، يا أما مغاوير الداخلية يا أما لواء 42 اللي هو تابع للعصائب واللي هو جزء من الحشد. هذا 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 تصريح رسمي. هو ما موجودين هم أصلاً، والعصائب هم موجودين بس جيش وقوات شرطة الاتحادية موجودة هناك هذا الحديث. طيب ما موجودين هم العصائب، يعني هاي شيء هم باطله. طيب حتى لو كانت العصائب ما موجوده، يعني حضرتك تريد تبرئ العصائب ميليشيا العصائب من الجرائم والانتهاكات اللي تصير بالعراق بشكل عام؟ فقدنا الاتصال مع السيد ابو علي من بغداد. حتى لو افترضنا انه كلام السيد ابو علي كلام صحيح، انه القوات الحكوميه هي المسؤوله عن هذه المجزره وليست العصائب، هل ميليشيا العصائب في العراق هي مبرأة من كل الانتهاكات التي وقعت في المناطق الخاضعة لسيطرتها إن كانت في المحافظات المنكوبة أو في بغداد أو في جنوب العراق؟ هل ميليشيا العصائب لم تقم بانتهاكات أثناء ثورة تشرين من اعتداءات ومجازر ارتكبت في جسر السنك وقراج السنك في بغداد إبان تظاهرات ثورة تشرين؟ يعني هل قيس الخزعلي هو ملاك منزل أنه خالي من المشاكل، خالي من الأخطاء والانتهاكات التي يقوم بها أو تقوم بها الميليشيا الخاضعة تحت سيطرته؟ ماذا عن التصريحات الطائفية التي خرجت من قيس الخزعلي للمحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، الفلوجة وغير الفلوجة، وصفوها بالأورام السرطانية التي يجب أن تستأصل، وصفوها بأنها تحتوي على الخلايا النائمة لداعش وغيرها، وتعرضت هذه المناطق للانتهاكات. ألم تقم ميليشيا العصائب بإحراق قرى البعجيل في محافظة صلاح الدين وهذا الموضوع دفع
المرجعية للخروج للاستنكار ورفض ما حدث هذا الموضوع، ولأنه تصرفات فردية كما وصف من قبل المرجعية، لكن هذا لا يمنع أن العصائب شاركت بهذا الموضوع. طيب، طبعا الناشطون أطلقوا اسم على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان مجزرة صلاح الدين، محملين السلطات الحكومية مسؤولية أو المسؤولية عن تقاعسها في حماية المدنيين من جرائم الميليشيات الموالية لإيران. أكد الناشطون أن العراق عموما ومحافظة صلاح الدين بشكل خاص ترزح تحت حكم الميليشيات الولائية الإيرانية، في وقت يجب على السلطات الحكومية عدم الاكتفاء بفتح التحقيقات الصورية، بل معاقبة وردع مرتكبي المجزرة من ميليشيات العصائب التي استهدفت المدنيين والأطفال بشكل مباشر وقتلتهم بدم بارد. هكذا يرى العراقيون. هذا كلام أيضا هو للرد على السيد أبو علي، أن الموضوع ليس فقط اتهام من جهة معينة، كل من في العراق يعلمون أن الميليشيات بكافة مسمياتها ومختلفها هي جزء من الخراب أو هي أساس الخراب الحاصل في العراق. طبعا الحكومة أو الحكومات ما بعد الاحتلال هي تتحمل المسؤولية الكاملة، لأنها سمحت للميليشيات وسمحت للسلاح بأنه ينفلت ويقع بين يدي هذه الميليشيات والعصابات، وبالتالي تحدث هذه الانتهاكات بشكل مستمر. أيضا مشاهدينا الكرام، طبعا الأمم المتحدة أدانت قتل المدنيين في محافظة صلاح الدين ودعت إلى التحقيق في الحادثة وإطلاق سراح المختطفين الأربعة من أبناء الفرحاتية، المختطفين الأربعة المتبقين من 12 اللي قتلوا في أو منهم 16 و 12 قتلوا. في سياق ذاته أدانت السفارة الأمريكية في بغداد جريمة القتل البشعة كما وصفتها، التي راح ضحيتها مدنيون في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد، ودعت السفارة حكومة الكاظمي إلى التعجيل في تقديم الجنات إلى القضاء والعدالة، فيما شددت بضرورة وضع الميليشيات المسلحة تحت سيطرة الدولة. هل تستطيع حكومة مصطفى الكاظمي أن تقدم مرتكبي هذا الانتهاك أو هذه الجريمة أو هذه المجزرة إلى العدالة؟ هل يستطيع مصطفى الكاظمي إجراء تحقيق حقيقي لمرة واحدة في العراق، أن يجرى تحقيق حقيقي ويقدم بناء عليه مرتكبو أي انتهاك إلى العدالة، وتأخذ العدالة مجراها بالحكم عليهم ومحاسبتهم؟ متى سنشاهد هذه الحالة؟ من معنا الآن؟ السيد أبو غالية من الشرقاط، تفضل يا أبو غالية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، تفضل. والله لا مصطفى الكاظمي ولا كل الحكومة هذه ولا كل المسؤولين يقدر يسوون شيء لهذول الميليشيات. ليش؟ وما يفيد العراقيين إلا يطبعون مع إسرائيل. ليش ما يقدر مصطفى الكاظمي أبو غالية؟ ليش ما يقدر مصطفى الكاظمي إنه يحاسب الميليشيات؟ شو يقدر يسوي مصطفى الكاظمي؟ ما تعلم شو يقدر يسوي؟ شلون؟ إذا هو خادم عند إيران شو يقدر يسوي عمي؟ والله ما يقدر يسوي كل شيء. أبو غالية، أبو علي من بغداد يقول منو اللي قال إنه هاي العصائب هي اللي قتلت الناس المدنيين بصلاح الدين؟ اللي يقول الحق الواقع اللي قاعد يصير بكل مكان. اصلا اكو واحد من جماعتنا عنده حساك مرض بالسرطان، ابنه طفل، نعم، وجاب عبر من داعش، حتى داعش خلوه يخرج على القوات المسلحه ودخل على وخذوه الميليشيات، ولليوم ما صار له 5 سنوات. نعم. هذا وين راح مسكين؟ والله العظيم احلف عليه 100 يمين، نعم، انه والله ماله كل ذنب، بس ذنبه انه جاب ابنه عنده مرض بالسرطان ودخل على القوات الامنيه، وعلى اساس خلص الرجال هذا، خلص من داعش وراح يم الدوله العراقيه. برايك يا سيد ابو غاليه، انه ضحايا هذه المجزره راح دمهم هدر بسبب ضعف الحكومه، ان هي ما تقدر تحاسب الميليشيات؟ اي نعم، راح دمهم هدر بسبب ايران، حتى مو بس الميليشيات مدفوعه غصبا عنه. نعم بسبب ايران، جرائمنا ومصايبنا وكل هذا قاعد يحدث بينا كله من وراء ايران، اطفال قاعد تموت من وراء العبوات والشغلات هذه كلها من وراء ايران، وماكو اللي يقدر يحاسب.
وما كل يقدر يحاسب ولا يمكن يجي الا يتغير هذا الشلة كله. نعم نعم. انا اشكرك يا ابو غالية. شكرا جزيلا سيد ابو غالية من الشرقاط. ويانا سيد شاكر من بغداد. تفضل يا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد اخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله. تفضل حياك الله. الله يسلمك الله يبارك بيك. والله بخير الحمد لله موجودين ان شاء الله دائما. والله يا اخي محمد احنا اذا ردنا نتكلم عن مزدته الفرحاتيه عن هؤلاء الشهداء نسال الله عز وجل ان يتقبلهم في جنات النعيم. نعم. لكن يا اخي محمد انا عتبي على هذا اللي خابر قبل ابو علي من بغداد. اللي خابر من بغداد يقول العصائب من يقول اللي كان شين المنطقه دي جماعة الاتحادية والجيش. نعم. والله كذب والله كذاب والله كذاب والله كذاب. نعم. اللي لازمين اللواء 42 جماعة الخزعلي عصائب يسمونهم أهل الحق ولكن ذولا حرامات تعرف عنهم عصائب أهل الحق لأن ذولا عصائب أهل الباطل هم وجماعة السرايا جماعة مقتدى الحدثان على الخزر. بلا 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 تجاوز يا سيد شاكر بلا تجاوز. والله يا ابو يا نعم يعني اتكلم محمد. اتكلم براحتك لكن رجاء يعني الاشخاص لن نتجاوز لانه الموضوع لا يتعلق. والله يا استاذ محمد مو ليش ينكر ليش نعم. ينكر نعم. مو يقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليش ينكرون؟ البارحه هذا عدنان الاسدي نعم. يقول قتلوهم جماعه داعش. اذا اسالك سؤال استاذ محمد اسالك بالله وانت رجل يعني ما تتكلم الا بالحق. الله يبارك ونسال الله ان شاء الله احنا ما نتكلم الا باللي يرضي الله عز وجل من يقول قتلتهم داعش. زين اللواء 42 جماعه العصائب زين المقاوير الجيش مو كان شيل الابراج. نعم. يسالوا على الراس الصغير سالوا قالوا زين الجيش وين اللي عندهم طب داعش؟ قال لي كان عندهم ماجب وعافوا الابراج. هاي وين لقوها؟ زين داعش من يجي يقتل اكو واحد يجي الضحى من النهار يجي يا استاذ محمد سيارات. سيد شاكر بعيدا عن هذا الكلام بعيدا عن هذا الكلام محافظ نعم. محافظ نعم. صلاح الدين قال بانه نعم. الجريمه جريمه ليست ارهابيه هاي جريمه جنائيه واللي صار والمرتكبين هم شخصين او طرفين نعم. عفوا فوج مغاوير نعم. تابع للداخليه واللواء 42 نعم. التابع للحشد. محافظ صلاح الدين نعم. حصر الموضوع واختصره بهاتين الجهتين ان واحد من دول ارتكب يعني محمد. المفروض الدوله المفروض نعم. الدوله اذا اللواء مغاوير الداخليه فيطلع او فوج مغاوير الداخليه يطلع من المسؤول ومن اللي يعطى التعليمات نعم. ويحاسب واذا اللواء 42 ايضا يحاسب. شو وقت حنشوف المحاسبه؟ وين اكو ابو استاذ محمد وين اكو دوله تحاسب؟ وين نعم. اكو دوله تحاسب اذا هو هاي المجزره صارت وصارت مجزرة هاي على طريق مخمور نعم. أربعة من عائلة واحدة صارت مجزرة بالديالة خمسة نعم. من مجلس ثلاث نفرات وهو طاير قبل هاي جتهم من الله على الله حتى يشبعون الفلوس حتى يسافرون من بريطانيا فرنسا لألمانيا نعم. أنا عندي معلومة واللي البارحة نفس اليوم الحادث تقريبا صلاة ولا صلاة العشاء اكو رجل هناك من الفرحاتية نعم. هو من مسابتنا يعني من مسابتي اني يقول نعم. والله والله يا استاذ شاكر والله 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 انا واقف على الحادث والله لا قتلتهم المقاوير ولا قتلتهم داعش ولا قتلتهم الجيش والله اني بشوف عيني ما اكذب لك يعني لو يقول لي لو احد مسويته يقول كذب يقول والله والله طبت علينا لواء 42 العصائب هم اللي اخذوهم سيارات مظلله وبعد 300 متر عند العرب وقتلوهم رميا بالرصاص. طيب ناس فوق ناس خلوهم. انا اشكرك يا سيد شاكر من بغداد. نعم وصلت الفكره. ويانا السيد ابو زكريا من كركوك. تفضل يا ابو زكريا. الله يحفظ قناه الرافدين ويحفظ الله يسلمك حياك الله. العراقيين وشباب العراقيين والله يرحم شباب العراقيين واتمناهم الجرحى شباب العراقيين نعم
السلامة إن شاء الله بطول. يعني يا ابن العزيز الله شافه بعين لو بكر، يعني هذول اللي ذبحوا العراقيين من 2003 نعم مزدرة الزرقاء والجسر الأمة مال تفجيرات مال كرادة، يعني هاي 12 واحد خليهم بصفحة. نعم العظيم الميليشيات والإيرانيين وهذول كل ميليشيات هذول التابعين. نعم الإيرانيين هم يدخلون بالعراق طاقين. نعم. من ولد ابن محمد 17 سنة احنا يومية تفجيرات الأحد يومية تفجيرات الثلاثاء والأربعاء والخميس العراقيين شافوا. نعم طيب السياسيين 17 سنة عليك الله عزيز يصلي لا عليك الله أكذباني شنو ما سووا بالعراقيين كم مليون عراقي جمعوا هذول. نعم. السياسيين كبر التابعين. الله يحفظك يا ابني. أنا أشكرك يا سيد أبو زكريا من كركوك، شكرا جزيلا للمشاركة. معنا سيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. نحييك ونحيي الثورة المجيدة ونحيي شعبنا العراقي العربي البطل، وندين ونستنكر المجازر مجزرة الفخاتية من سجرة أبو غريب وجاية يعني. نعم. يا سيدي يعني عملية القتل الممهد خطة الخطة اللي حدثها المستعمر الأمريكي المجرم مع الكيان الإيراني الصهيوني لقتل العرب وتدميرهم وتهجيرهم دي من فاكر من يوم سجن أبو غريب وجاي تم تحقيق عدة حادث عدة ساعة قبل ظهور حتى عصابات تنظيم الدولة ما يسمى داعش وماعش والكلام الفارغ. نعم يعني ما فيش تحقيق يا سيدي، ما فيش حد اللي بيموت كأنه ولم يكن شيء. يعني يروح مصطفى القزيمي بالله عليك بالله عليك في أي دولة في أي وطن في العالم يروح يعزي كأنه بيتكسر بأرواح الناس وبأعراض الناس وبأديان، فأنا عقل فأني منطق. نعم. سيد العصابات اللي حدث مصطفى القزيمي هاي والله حاطين هو ما كان بيسمي نفسه رئيس مخابرات كما يدعي يعني فاهمني، هو صارت اعداديه اصلا رئيس مخابرات وانا زفت اساسا وجاب المستعمر وماشيين على نفس الناس. فيا سيدي ما فيش تحليل في الجرائم، قتل الانسان اصبح بلا قيمه بلا ثمن وعيش في وطن يعني بيكتب العراقي كانه سبحان الله يا اخي سبحان الله، العقل الانسان لا يستوعب والله العظيم. نعم. يا استاذ محمد الذاكره بتاعت الانسان امتلأت قررنا حاجه اسمها جريمه قررناها، مش عايزين جرائم، عايزين جيش واخد وطننا، عايزين نعيش بكرامتنا، عايزين جيش ندافع عن حدودنا والشرطه تطارد المجرمين والحراميه والخونه. نعم. يا سيدي هي عمليه التفاف على الثوره، لا مصطفى الكاظمي هيتحاسب ولا الامريكان عارفين والامم المتحده عارفه ومنظمه العفو الدوليه متواطئه مع العصابات الجريمه بس مفيش محاسبه مفيش حد بيحاسب. طيب. هم عايزين يشتغلوا على النهج العنصري الطائفي حتى يبيد الشعب العراقي، لكن هيهات والله الثوره هتنتصر ويوم 25 لها كلام ثاني. واسمح لي نحيي شيوخ العشائر العربيه عشائر مشايخنا الافاضل، سمعنا لهم لقاءات على قناه البغداديه الحقيقه يعني شيء مشرف جدا. وان شاء الله النصر قادم وعاش العراق وعاشت الامه العربيه في كفاحكم. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. محمد أبو علي تفضل حياك الله. عايز دكتور محمد تسمعني؟ أهلا وسهلا حياك الله. أنا دكتور محمد وياك محمد عصام وياك تفضل. تحية لحضرتك دكتور، تحية لجمهور العراقيين. الله يسلمك ابو علي. ابو علي بس للتوضيح انا مو دكتور بعد، ان شاء الله احصل عليها بس بعدني مو دكتور. تفضل. ان شاء الله تعتذر. الله يسلمك. السلام ان شاء الله. الله يسلمك تفضل. عضو دكتور محمد، بالنسبه للمجزره الاخيره. نعم. يعني اكو مثل يقول لم تستحي تفعل ما شئت. الملك الثاني شيء يقول ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. نعم. يعني اهمطوا على الناس مجرمين ميليشيات. نعم. مثل ما سماهم هم بياناتهم يتسمون ميليشيات الوقحة. نعم. طلعوا من جيش المهدي وصاروا ويا قيس الخزي والعار. يعني شو تتوقع من عندهم؟ اما يبرر لي يقول لي هذول داعش. انا يمكن قلتها ببرنامج حضرتك وبرامج اخرى. نعم. انه داعش اشجع من عندهم. داعش اشجع من عندهم. فلذلك داعش يقدر يتبنى الجريمة ويقول هذه جريمتي. لكن هم
يعني انت من تقتل هذول الاشخاص وتقول مو اني، يعني شلون تثبت لي انه مو انت؟ هل كانت المنطقه ما بيها احد؟ لا، منطقه موجود بيها الجيش، موجود بيها الحشد الشيعي، وهم اقوى من الحشد الشيعي، عفوا الحشد الشيعي اقوى من الجيش، وهذه معروفه، معروفه عندهم انه الحشد اقوى من الجيش، عندهم امكانيات وعندهم سلطه. طيب هم اصحاب سلطه. زين، اما يقول لي انه انا ما موجود، عم سويت شنو؟ شو تسوي؟ انت مو تقول انا حررت الارض؟ مو تقول انه انا اللي حميتكم وطلعت داعش؟ نعم. يعني اذا انقتلوا انت شو تسوي؟ مو تقول انا خلاص حررت المحافظات الغربيه؟ زين هذا انت حررتها وهي، يعني ما حررت ايش راح يصير؟ شنو الفرق بين قبل وبين هسه؟ فلذلك من يتهمون يقول ها داعش، انتم لا تذبونها على داعش. نعم. قولوا انتم، هم يردون الان للدكتور محمد قبل لا تجي ثورة تشرين يردون يسوون إرباك بالوطن. نعم. هم عليهم عايشين، عايشين على اثنين، على الفتن. نعم. على الفتنة الطائفية والفتنة القومية بين العرب والأكراد. وبين نعم. السنة والشيعة. لحد الآن هم ما قعدوا من الحلم اللي عايشين به. أنه الشعب لحد الآن جاي يصدق بيهم. نعم. ترى حتى الناس اللي هم من بينهم السياسيين نفسهم ما مصدقين هذه الكلمة، ما مصدقين انه داعش هو اللي سواها. نعم. لعد انا رئيس مجلس العزاء مو قال 72 ساعه وينهم؟ نعم. شو كل شيء ما طلع، حتى اللجنه ما طلعت. هو يعني هو هي نتائج التحقيقات اللي قالوا انه تشكلوا لجان عن قضايا سابقه، قضيه سقوط الموصل، قضيه دخول داعش، قضايا اخرى كثيره، مجازر ارتكبت. طيب وين نتائج التحقيقات اللي بيها؟ فهل ينتظر العراقيون أن تطلع نتيجة تحقيق هذه المجزرة من حكومة مصطفى الكاظمي؟ هذه النتيجة أستاذ محمد طلعت من الأول، قالها محافظ صلاح الدين وقالوها الأهالي، قالوا إجونا، هم إجونا وخذوا وليد ليشوفوا ونعرفهم. نعم. فذلك ما كنا دارجين نقول هذا رئيس مجلس العزاء، أنت كل ما يصير عزاء إجيت وبس تلطم على فضلك وتطلع. أي. يا أخي كافي، ما استحيت. نعم. والله عيب. نعم. بس لكن سوات شيء ان شاء الله يوم الاحد. نعم. خير راح يقول كلمتهم الاخيره. انا اشكرك شكرا جزيلا السيد ابو علي من واسط. معنا السيد ابو حسن من بغداد، تفضل يا ابو حسن. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك ويرضى عليك ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. اخي محمد، هي هاي مؤامره من زمان صارت. نعم. يعني في سنه 47 تحملني ارجوك، يعني طيب. انا ما راح اسيء الادب ولا اتكلم كلام مذيع رجاء. اي سنه 47 قال هذا رئيس الكيان الصهيوني بوقتها قال بالحرف الواحد، قال لكي نكون اقوياء علينا اجزاء ثلاثه دول، العراق، سوريا، مصر. هاي وحده، يعني شوف مخططين من زمان. طيب. يعني تدمير العرب وقوه العرب. قوة العرب تتمثل بالعراق ومصر. طيب. وسوريا. أنا أسأل أمريكا، أنت وين تودي؟ إلى أين تريدين تودين العراق؟ يعني لما جيتي قلت إحنا دعين محررين. أشو إجابة الطائفية، عملائها والقتل والإرهاب. هاي فيها. زيارة الكاظم إلى فرنسا وألمانيا ولندن. يعني هذا دليل بأنه هذا الرجل مو قيادي مع الدولة، هم جابوا الأمريكان. سواء هو أو غيره. يعني هذا ما عنده قدرة على تحمل مسؤولية بلد. نعم. لأنه مو من البلد. يعني هسه كل ما قتل استشهد واحد أو غدر وقال دم الشخص هذا برقبتي. أي. زي أنت لما تقول برقبتي وراح أشوف خلال 72 ساعة. وأني بخدمتكم. نعم. وأنا راح أحارب الفساد. أشوف كل هاي ما صارت. انت انت اساس رئيس وزراء تروح للدول، شنو يعني شنو انت موقفك؟ يعني يقول عليك انت مو قيادي، يلحقون عليكم. نعم. يعني الشعب شنو ذنبه يا اخي؟ يعني العمل متوقف، الميزانيه ما قروها، البلد بدوامه، رواتب ماكو، الناس تنقتل، الناس بالخيام متبهدله. نعم. برد حار، يعني دمار شامل. نعم. يا ابي يقول لكم عودوا، يا ابي ارجعوا لبيوتكم، ارجعوا لبيوتكم، شنو يعني وين من فوق الطابوق فوق. نعم. الجثث الجو القاع، اخي ذولا مو قادة الدولة ولا. نعم. عراقيين اصلا، يعني هذا نشوف اسرائيل الى من 47 تخطط على العرب. نعم. خصوصا والله يعني انا قرأت الكتاب، كالدول العراق، سوريا، مصر. طيب. كالدول قوية بالامة العربية، يعني هاي شوف شنو مخطط لها. فيا عراقيين اصفوا الخاطر على الله. يعني البلد راح يدمر اكثر واكثر. نعم. يعني اليوم اهون باكر اسوء.
على خير اتحدوا اتحدوا خلوا عيبكم على دينكم وعلى بلدكم. ديننا هو أساسنا ما بيها كل مجال. بلدنا هو البلد اللي عايشين به. يعني البلد اللي واحد بيحافظ على أرضه ما عندك كرامة ولا يعرف يحافظ على أرضه. أنا أشكرك يا سيد أبو حسن من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. قبل الفاصل نأخذ أبو عبد الله من البصرة، تفضل يا أبو عبد الله. السيد أبو عبد الله من البصرة موجود؟ طيب فقدنا الاتصال. إذا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين عن موضوع مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين التي ارتكبت على يد اللواء 42 التابع للحشد الشعبي، وهو بالضبط هم ميليشيا العصائب. هذا الموضوع حدث في العراق في فترة أو في خلال مدة حكم مصطفى الكاظم التي تعهد بها بكثير من الوعود، من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة وإيقاف العنف المستخدم ضد العراقيين وإرهاب الدولة من قبل من يحملون السلاح خارج إطار القانون والدولة. لكن يبدو هذه الوعود هي مجرد وعود فارغة كما سبقها من وعود عن طريق أو على لسان رؤساء الحكومات السابقة التي جاءت بعد الاحتلال في الفترة. وكما قال السيد أبو حسن من بغداد قبل الفاصل، من المستغرب أن يشاهد مصطفى الكاظمي يذهب لزيارة فرنسا وألمانيا وغيرها في الوقت الذي تحدث فيه هذه المجزرة. من المتعارف عليه حول العالم عندما تحدث أي جريمة، مجزرة، كارثة طبيعية حتى في بعض البلدان حول العالم، يقوم رئيس هذه الدولة أو رئيس الحكومة المسؤول بقطع زياراته وإيقافها لمراعاة الظروف التي يعيشها المجتمع والحالة الخاصة التي حدثت في وقتها. لكن مصطفى الكاظمي يبدو هذا الموضوع ليس في أجندته وضمن حساباته، وكما قال السيد أبو حسن من بغداد يبدو أنه ليس ملما بطريقة الحكم وكيفية إدارة الدولة والأساسيات أو دبلوماسيات الموضوع، ولا يستطيع أن يفهم أنه في حالة الكوارث والمجازر والحوادث التي من هذا النوع تقطع الزيارات وتوقف وتلغى إلى أو تؤجل إلى حين آخر. لكن مصطفى الكاظمي ذهب ليناقش مع فرنسا ومع ألمانيا تعاون مشترك، ولا نفهم حقيقة ما هي طبيعة هذا التعاون أو ما هو طبيعة هذا التعاون الذي يسعى إلى إبرامه مصطفى الكاظمي هذه الاتفاقيات بين فرنسا وبين العراق أو بين ألمانيا والعراق. معنا السيد أبو راشد من عمان. أبو راشد من عمان تفضل. فقدنا الاتصال. طيب مشاهدينا الكرام، إذا نبقى في موضوعنا لهذه الحلقة، لدينا بعض الرسائل التي نود أن نقرأها لحضراتكم. في أول رسالة لدينا إلى قناة الرافدين الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الظلم في العراق ملأ الآفاق وبلغ حدا يستوجب معه التغيير، فعلى الشرفاء من العراق أن يكونوا واعين لخطورة هذه المرحلة وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا. تحياتي أبو تقى من العراق. شكرا جزيلا. السيد أبو شاكر من الضلوعية تفضل. أبو شاكر، السيد أبو شاكر يسمعني؟ فقدنا الاتصال. في رسالة لدينا أيضا من السيدة أم زينب تقول الله يحفظ قناتكم الرافدين،
ماكو بشر يحب الميليشيات وتهاجم إيران وأمريكا باللعن. طيب في رسالة لدينا. السلام عليكم. صباح. عراقي مقيم في ألمانيا يقول مبروك العراق أو للعراق رئيس الوزراء للتعزية فقط، رئيس الوزراء للتعزية فقط، توصيف جميل، يذهب ويعزي. إن العراق بيد الأحزاب وهي أقوى من الحكومة والجيش. تحياتي واحترامي. يعني في نظر السيد صباح من صباح من ألمانيا يقول بأنه العراق يمتلك رئيس وزراء للتعزية فقط، يعزي ذوي الضحايا بعد المجازر والانتهاكات التي تحدث ضدهم من قبل الميليشيات، من قبل القوات الحكومية، يذهب إلى مجالس العزاء أو إلى منازل الضحايا ويقوم بالطبطبة على صدره كما قال السيد أبو حسن من بغداد، ويقدم التعازي ويتعهد بأنه خلال 72 ساعة أو أسبوع أو كذا يوم أنه تطلع النتيجة ويحاسب ويعاقب وكذا، لكن هو يقوم بدوره فقط في العزاء ويذهب وبعد ذلك تنتهي القضية. في رسالة لدينا. مساء الخير قناة الرافدين وكل كادر قناة الرافدين، افتقدناك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك أخي العزيز. في رسالة لدينا أيضا يقول السلام عليكم، رسالتك طويلة جدا أخي الكريم، سأقرأ باختصار شديد. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أن أرسل لكم رسالتي البسيطة وتلك أمانة، أمانة الله ورسوله، أن توصلها إلى الدكتور جمال، إلى الدكتور جمال الضاري. طيب رسالة طويلة جدا، طبعا رسالة طويلة جدا جدا جدا، أعتذر عن قراءتها ولا هي بعيدة كل البعد عن الموضوع طبعا، وأيضا موجهة إلى شخص خارج القناة، وهذا موضوع هناك طرق أكيد بإمكانك أن تتواصل مع جهات مقربة من الشخص المراد إيصال الرسالة له، وطبعا لديك الوسائل المتعددة على الإنترنت وبإمكانك أن توصل ما تريد. شكرا جزيلا. السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بالنسبة للجرائم اللي صارت أسر صلاح الدين وغيرها، والجرائم ما راح تنتهي، ما طول سطوة الحشد، الحشد الشعبي اللي مع الأسف سياسي السنة قاطبة، ما حد يقدر يتهم الجهة اللي نفذت ولا يقدر يسميها بالاسم، شو راح ياخذون يطلعون حقوق ودماء الأبرياء؟ يعني من رئيس الوزراء وانت نازل على السياسية السنة، حتى مجلس محافظة صلاح الدين يعني وقف عاجز ان ما يتهمهم اتهام مباشر. يعني احنا العراقيين الشرفاء والاهالي المنطقة واهالي المغدورين يعرفون من وراء هاي العملية الإرهابية وراها لواء 42 عصائب، والدليل ان ابو العصائب قيس الخزعلي المجرم ان غير بالقاطع الموجود في هذه المنطقة، سحب القطاعات يقولون من العصائب هذا اللواء غير مكانه. ليش؟ لان هم يعرفون هم المتهمين وثابت عليهم 1000%. والاهالي اتهموهم اتهام مباشر للمحافظ صلاح الدين، وموجود الفيديوهات اتهام مباشر على كل التجاوزات اللي كان يقوم بيها هذا اللواء الميليشياوي. فاحنا نعرف هسه اكو سياسي السنة، يعني ما عندكم غيره، كل مناطق السنة في صلاح الدين والأنبار وحزام بغداد والموصل كلها قوديالة، كلها قواطع مقسمة، يعني مو وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية، هم موجود أكو تواجد لهم، لكن علمنا السطوة والقانون علمنا السلطة العليا هي للحشد. الحشد مسلم المناطق كلها، مقسمها لواء فلان، لواء 43، لواء 41، مقسمين كل مناطق السنة إلى ألوية من ضمن قواطع الحشد الميليشياوي. الحشد صدر وتأسس على فتوى مرجعية لمحاربة من يجي وياهم، احنا لمحاربة إرهاب داعش، وكنا ضد إرهاب داعش، انتهى داعش، حاليا صاروا هم أخطر من داعش على أبناء السنة. تسمعني أستاذ محمد؟ أسمعك سيد صباح، أسمعك. نعم
نعم، فبالتالي من سياسي السنة بالأنبار وبكل محافظات العراق اللي بها مناطق سنية، يعني من يطلع لك وما يقدر يتهم ميليشيا، ميليشيا هي تأخذ أمرها من أبو فدك ومن خامنئي وغيره، يعني ما يقدر يتهموهم اتهام مباشر. شنو هالخوف هذا؟ شلون أنت جاي تمثل السنة؟ يعني شلون جاي يمثلونا إحنا برلمان أو مجلس محافظة أو غيرها أو سياسي أو أحزاب؟ شلون تقدر تمثلون السنة وأنتوا أجبن من عندكم ماكو؟ ما تقدر تتهمون بدر أو العصائب أو غيرها، أنتوا ميليشيات تابعة ولائية إلى إيران. طيب. وأنتوا حاليا تهددون الدولة. يعني أنا بس عندي سؤال سيد صباح من بغداد لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام، ليش يراد للمحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية أن تظل خاضعة أو تحت رحمة الميليشيات الولائية، الميليشيات الإيرانية الولائية؟ ليش أنه الدولة تارك الموضوع أنه محافظة الأنبار تحكمها ميليشيات، محافظة صلاح الدين تحكمها ميليشيات، محافظة ديالة تحكمها ميليشيات؟ ليش الموضوع عبارة عن ترك الميليشيات هي التي تسير أمور المحافظات اللي تسميها الحكومة أنه هي محررة، المفروض خلاص استتب الأمن بها، ليش متروكة للميليشيات؟ استاذ محمد، احنا نعرف احنا العراق محتل من قبل الامريكان، وايضا العراقيين يسمون اكو احتلال ايراني اخطر على العراقيين من الاحتلال الامريكي، يعني احتلالين احنا موجود عندنا. فسياسة هذه الميليشيات يعني لازم يسيطرون على المناطق السنية بكل العراق، يعني في سبيل هاي المكاتب الاقتصادية والخاوات اللي ياخذوها والخيرات الموجودة بهاي المناطق يتم استغلالها. حتى المنطقة هاي اللي صارت بيها الجريمة يقول لك بيها 3 آبار نفط وهم يهربون بيها ويسحبون بالصهاريج ويهربون. فغايتهم اولا احتلالية من قبل إيران وعلى يد الميليشيات الطائفية، وثانيا هاي المكاتب الاقتصادية عندهم اللي يمولون السراق عندهم. طيب. والفاسدين اللي عندهم، يعني سببين، سبب أولا طائفي والسبب الثاني سبب مالي يعني فسادي، يدورون يأخذون من كل شيء، وعندهم هم من ضمن الطائفية الموجودة ما يريدون يصير أعمار بهاي المناطق. أنا أكتفي وياك بهذا القدر سيد صباح، أعتذر الوقت شرف على الانتهاء، شكرا جزيلا، لكن الفكرة وضحت. ويانا آخر متصل السيد أبو عبد الله من البصرة، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوفك أستاذ محمد. الله يسلمك، الحمد لله، تفضل حياك الله. أبشرك إن شاء الله يوم 25 تنتهي هاي الشلة التعبانة. إن شاء الله. إن شاء الله ينتهون ونزيدكم هنا الطب والتيون هنا على أعداعيكم غدا. الله يسلمك. هذا إن شاء الله منتهي هاي الهدلية ذولي. أنا أشكرك يا سيد أبو عبد الله من البصرة، شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. نلقاكم إن شاء الله بحلقة قادمة، لكن هناك أيضا تنويه قبل الختام، وهو تردد قناة الرافدين الجديد، وكما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.